متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية التي تجدونها أمامكم هنا المستلمة في مركز طقس العرب، نجد أن هناك كميات من السحب والغيوم غطت أجزاء مختلفة من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية للمملكة، مسببة هطول زخات رعدية من الأمطار في بعض الأحيان، تسببت بتشكل السيول وجريان الأودية فوق بعض من تلك المرتفعات الجبلية. كميات من السحب والغيوم أخرى تظهر في مناطق الوسطى من المملكة، سحب غير ممطرة في المناطق الشمالية من المملكة. بحمد الله المملكة على موعد مع حالة مطرية تبدأ وبدأت بالفعل منذ ساعات صباح هذا اليوم فوق المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. يتوقع نهار يوم غد الخميس أن تشتد هذه الحالة المطرية في المناطق الوسطى من المملكة، تحديدا في القصيم على وجه التحديد أجزاء من حائل، وتمتد لاحقا مع ساعات المساء والليل إلى أجزاء مختلفة من الرياض ما فيها مدينة الرياض، المتوقع أن تتعرض لأمطار جيدة مع ساعات مساء يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة وحتى نهار يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. أيضا غدا تستمر الأمطار الرعدية الطابعة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، تمتد في ساعات بعد ظهر يوم غد أيضا إلى بعض المرتفعات الجبلية القريبة من الطائف ومكة المكرمة، وربما بعض الزخات من الأمطار في المدينة المنورة. سنتحدث الآن بتفصيل أكثر عن هذه التوقعات المطرية بحسب نواتج التنبؤات الحاسوبية. أيضا كما نلاحظ مع ساعات ليلة الخميس ليلة الأربعاء الخميس بعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة، مع ساعات الصباح بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تتهيأ فرص الأمطار بشكل تدريجي فوق حائل والقصيم على وجه التحديد، كما تبقى الفرص مهيئة لتخريج بحرية ماطرة ما بين الحين والآخر على شكل زخات رعدية في قبالة السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، سواحل تحديدا الليث وربما القنفذة في هذه المناطق، ربما تتعرض في تلك المناطق لبعض الزخات المحلية من الأمطار القادمة من البحر على وجه التحديد. خلال ساعات النهار يتوقع أن تشتد هذه الأحوال الجوية، كما نلاحظ عموم المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تصبح مهيئة أن تتعرض لزخات رعدية غزيرة من الأمطار في بعض الفترات، تجري على أثرها الأودية وتتشكل السيول ربما في بعض المنحدرات وتلك المناطق، وتمتد هذه الأمطار شمال تشمل أيضا مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، وقد تمتد أيضا إلى بعض المناطق الساحلية. شمالا تمتد بعض الزخات المحلية الرعدية الطابع من الأمطار نحو مرتفعات المدينة المنورة، في حين تشتد الأمطار أكثر وشيئا في شيء في مناطق حائل والقصيم على وجه التحديد، مع ساعات المساء يتوقع أن تمتد تدريجيا هذه الأمطار نحو العاصمة الرياض لتدخل إليها تقريبا مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة، ويتوقع أن تكون بعض من هذه الأمطار وبؤرها غزيرة ليس بالضرورة داخل العاصمة إنما في المناطق المحيطة بها، كما ترتفع غدا في ساعات الليل فرص حدوث بعض الزخات الممطرة أيضا على مدينة جدة إثر تخريج بحرية يتوقع أن تتشكل مع ساعات ليلة الجمعة أقصد الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة قبالة سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة من جدة على وجه التحديد بمشيئة الله تعالى. يوم الجمعة تبقى الفرصة مهيئة للأمطار في عموم المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتستمر هذه الحالة المطرية حتى ساعات مساء يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، مع توقعات باستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة حتى أيضا نهار يوم السبت ولكن في مناطق أخرى. أما هذه الليلة بالعودة إلى الطقس هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء تكون غائمة جزئيا بوجه عام، درجة حرارة الصغرى 13 درجة مئوية والأجواء باردة نسبيا بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي: إذا الخميس نهارا أجواء غالبا غائمة، درجة حرارة 18 درجة مئوية في العاصمة الرياض، ليلا 12 درجة مئوية مع أجواء شتوية باردة نسبيا غالبا غائمة مع هطول الأمطار التي يتوقع أن تستمر يوم الجمعة مع 18 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا أجواء باردة تصبح في العاصمة الرياض 10 درجات مئوية، يوم السبت 18 إلى 9 درجات، الأجواء تكون باردة نسبيا بوجه عام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة، تابعونا للمزيد في تغطية هذه الحالة المطرية غدا عبر منصاتنا المختلفة، إما على الموقع الإلكتروني أو يمكنكم حتى تحميل تطبيق طقس العرب أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، إلى اللقاء.